التلفزيون ومضى. معنا اليوم رائدة أعمال الأسبوع تنين عاصي، المؤسسة الشريكة لموزايك ماربل. هاي تنين. هاي مايا. أهلا وسهلا فيك بمكاتب ومضى. Thank you. خبرينا شوي شو هي موزايك ماربل. موزايك ماربل بتصنع لوحات من الموزايك ومتصدرهم لجميع أنحاء العالم. كيف قررتوا تخلقوا أو تبلشوا موزايك ماربل؟ كان في عنا ويب سايت اسمه الدكان.com، والموزايكات كانوا واحدة من العناصر يلي منبيعها، وبلشوا يجوا طلبات على أكتر شيء على الموزايك، ومن هون فكرنا أنه نفتح ويب سايت لوحده للموزايكات. من هون فتحنا موزايك ماربل.com. أوكي، عندكم انتشار واسع بالعالم، كيف قدرتوا توصلوا لهذه الأسواق؟ نحن بس استعملنا جوجل أدوردز وعملنا دعاية على جوجل، وبلشوا العالم يسألوا إذا فيهم مثلا يمثلونا بغير بلدين بأوروبا وبالبلدين العربية، وهيك صرنا نتعرف على العالم حابين يمثلونا بهول البلدين. عندكم كتير طلبات بتجي من الولايات المتحدة، كنت عم تقولي لها. مزبوط. ليش برأيك أكتر شيء من الولايات المتحدة؟ لأنه بظن أنه العالم بأمريكا بيفهموا وبيقدروا كمان الفن اليدوي فأكتر شيء يعني عم بيكونوا مهتمين بهذا. مزبوط. شو التحديات اللي واجهتيها هون بالمنطقة العربية؟ كان عندي كتير صعوبة أول شيء مع المهندسين وشركات العمار يشتغلوا معي، أول شيء كمرة، وتاني شيء كشركة مش معروفة. نحن مظبوط أنه عاملين كتير أشغال وكتير طلبات لعالم كتير مهمة، بس ما حدا كان بيعرف فينا. من بعد ما شافوا نزلنا الـ VIP client على الويب سايت وبلشوا يتعرفوا علينا، صارت أسهل بكتير، صاروا الأمور أسهل بكتير. وين بتصنع لوحات الموزايك؟ اليوم عم نصنع بلبنان، 90% من الموزايكات عم يتصنعوا بلبنان و 10% بسوريا، وكله شغل يدوي. والفنانين اللي بيشتغلون كمان هن من لبنان؟ لا، عندي سوري، عندي أتراك ومن غير بلدان. ونوعية اللوحات هل هي نوعية هيك رسم تقليدي او حضاري او اي ستيل، اي اسلوب تعتمد اكثر شيء؟ الحلو انه بالموزايك انه نحن بنعمل من كل شيء، كل شيء انتيك وكل شيء مودرن كمان. تالين عاصي، شكرا لانك تحدثت مع وندا، نتمنى لك كل التوفيق. ثانك يو لكم.